ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله. في هذا اليوم قام سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي بتدشين سارية العلم السعودي، والتي تم تنفيذها يوم الأربعاء 18/9/2019 الموافق 19/1/1441 الموافق 1441 هجري، بدعم من شركة البواني المحدودة، شركة اليمامة للأعمال التجارية، مجموعة شركة اليمامة. الله يحفظ شركة اليمامة، الله يحفظ الأستاذ عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، الله يحفظ المملكة العربية السعودية، الله يحفظ مبنى غرفة تجارية، الله يحفظ مبنى غرفة تجارية الجديد، والله يحفظ المملكة العربية السعودية، الله يحفظ مملكة البحرين، الله يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، الله يحفظ مملكة المغربية، مملكة بريطانيا، جميع الممالك، جميع الدول. من حبنا لله بنحب كل الناس، ونتذكر دائما انه احنا بنحاول كل يوم نحاول نحسن من نفسنا، ما علي انا بغيري، زي ما تفضل الامام علي: اعمل لدنياك انك تعيش ابدا، اعمل لاخرتك انك تموت غدا. وبكل الاديان بيقول لك حاسب نفسك في كل يوم من قبل ان تحاسب، لان الموت ياتيك بغتة وتقوم على حسابه في نفسك. انا كل يوم بدي احاسب نفسي، اكون احسن من امس من نفسي. اللهم استغاث، اللهم استغاث، عشان هناك في جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد، على قول محمد صلى الله عليه وسلم. وبالأخير أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أنت تظن تعرف حقيقة، أنا أظن أعرف الحقيقة، والحقيقة عند ربنا. نحترم بعض مع اختلاف وجهات النظر، أكيد في خلافات بين الناس كلها، بس قلنا لو المحبة موجودة بين العلماء وبين الشيوخ وبين رجال الأعمال وبين المؤثرين، لا في جهل ولا في فقر ولا في أي نوع من أنواع الحروب، وبعم السلام اللي احنا ربنا دائما بيطلبنا انه احنا نعيش بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم استعان، اللهم استغاث، الله يجيبكم كل أنواع الخير لكم قبل ما يجيبوا إلي، كل شيء صحيا نفسيا أسريا اجتماعيا ثقافيا. ما شفناكم بالعين نشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا نشوفكم في الجنة. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين.